متحف الثلج في مدينة إسطنبول فرصة ثمينة من أجل الاستمتاع بسحر الثلج، لكنها فرصة أيضا للتعرف على تاريخ الدولة العثمانية. قد تتساءلون ما علاقة الثلج بالتاريخ؟ للإجابة على هذا السؤال سوف نأخذكم اليوم إلى متحف الثلج بمدينة إسطنبول الذي يعرض تماثيل للسلاطين العثمانيين ولكل الأدوات التي كانت تستعمل في تلك الفترة من الزمن. متحف الثلج السحري أو الجليد السحري هو أول متحف ثلجي دائم، وقد أنشئ باستثمار 20 مليون دولار من قبل شركة لوفوتين النرويجية. للعلم فقط، درجة الحرارة داخل المتحف هي 5 درجات تحت الصفر في الصيف والشتاء، لذلك فإن زوار المتحف عند ولوجهم إلى المتحف يرتدون ملابس الإسكيمو لتقيهم من برودة المكان. وللمزيد من المعلومات عن ماهية هذا المتحف والغرض الذي أقيم من أجله، التقينا بإحدى المشرفات والتي تحدثت إلينا قائلة: موضوعنا الأول كان الفايكينج، وهذه المرة موضوعنا هو تاريخ الأتراك والعثمانيين، وهذا يتضمن عرض تاريخنا من عصور ما قبل الميلاد إلى عهد الجمهورية عبر تماثيل الثلج. لقد قمنا بعرض 4 اقتراحات على موقعنا الإلكتروني وعلى صفحتنا على الفيسبوك ليصوت عليها الجمهور، وقد حصل خيار التاريخ العثماني على المركز الأول، لهذا اخترناه موضوعا لنا. يعتبر هذا النوع من أصعب أنواع النحت لعدة أسباب. أولها، يجب على الناحت أن ينتبه لدرجة حرارة المكان الذي ينحت داخله، ويجب نحت القطعة في مدة محددة، إضافة إلى أن هذا النوع من النحت يحتاج إلى دقة وصبر كبيرين، وأي خطأ بسيط سيخل بالعملية. وبالأخير، يحتاج الناحت ليد سريعة وثابتة معاً، حيث يستغرق اكتساب مثل هذه المهارات سنة كاملة من النحت المتواصل. جميع المعروضات التي شاهدتموها معنا مصنوعة من الثلج، تماثيل، لوحات ثلجية، وكذلك جدران ثلجية، بالإضافة إلى أدوات منزلية كذلك. تعتبر هذه الطريقة طريقة ناجحة من أجل تعريف الأطفال وكذلك الشباب والأجانب كذلك بتاريخ الدولة العثمانية. كانت معكم رشيدة الفطموي لبرنامج الألوان 7، قناة التركية، إسطنبول.